هدى وأم الهنا وأميرة ملوغا بنات عمومة يرقدن بجوار بعضهن في غرفة العناية بعد أن كن في طريقهن إلى المدرسة ليصلن إلى مستشفى زليتن إثر حادث مروري. استقبلنا حادث سير كان العدد 18 حالة. الحمد لله أن الحالات ما كانتش كلها حرجة. 8 حالات خشوا قسم العناية، عندنا 2 متوسطة حالتهم، وفي طفل انتقل إلى رحمة الله. يعمل الطاقم الطبي لتقديم العناية الكافية رغم الظروف الصعبة في المستشفى. فهنا يرقد أحد سائقي السيارات في غرفة كانت مغلقة ولم تعد صالحة للعمل كعناية، إلا أن ضيق المكان وعدد المصابين الكبير بالنسبة لقسم العناية اضطرهم لفتحها واستخدامها. القسم يسع 8 أسرة فقط، وقسم غير مجهز، والحمد لله أن كانت الحالة هذه مش كل الحالات حرجة، غير مجهز نهائيا لاستقبال حالات حرجة. ما فيش أجهزة مراقبة المريض، ما فيش دعم من وزارة الصحة نهائيا. أمام المستشفى تجمع أهالي الأطفال وجيرانهم الذين بدأوا غاضبين وتوجهوا بشكواهم للمجلس البلدي لتقديم حلول للطريق الساحلي المار بمنطقتهم، خصوصا بعد وفاة 3 أشخاص في حادث بنفس المكان الليلة الماضية. نطالبوا بتنظيف جانب الطريق، فيه تراب وفيه رشاد وفيه، ينظفوه يوسعوا الطريق شوية ويديروا لنا مطبات. المطبات يعني تكون مطبات مرورية ويديروا لها علامات، مطبات سهلة ما تكونش مطبات يعني تعيق الحركة بالكامل، لكن مهمة، أهم أرواح الناس أهم من أن الناس توقف. الإعلام الأمني زليتن وعلى صفحته على فيسبوك أورد تفاصيل الحادثة قائلا إن سائق شاحنة كان متجها من الشرق إلى الغرب لكنه فقد التوازن وانحرف عن الطريق، ما أدى لدخول شاحنته إلى الجانب المعاكس لتصطدم بسيارة وحافلة تقل هؤلاء الأطفال بمنطقة نعيمة أسفر عن وفاة أحدهم. إبراهيم العبدلي، قناة ليبيا الأحرار، زليتن.